السلام عليكم شيرات، كي راكم دايرين؟ جست ان شاء الله تكونوا كاع بيان، ان شاء الله تكونوا كاع غايا. راني وليتكم فيديو جديد. في الفيديو تاع اليوم غادي نهضر لكم على هذه لا كريم ديبيلاتوار بلو فيت. الحاجه اللي خلتني ندير هذا الفيديو ما كانتش تعجبني كاع هاد لا كريم، كنت نخدم بفيت وهذه من الرخيصه شغل ما قنعتنيش، مي العكس هي شابه بزاف وايفيكاس. وكي العاده قبل ما نهضر على استعمالاتها وما وراء الاستعمال تاعها والبري تاعها واسكو مليحه ولا لا، نرحب لي زابوني جدد تاعي، نقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، ان شاء الله تعجبكم قناتي وان شاء الله تستفادوا منها. هاد الكريمه لازاله الشعر من الساقين والذراعين وتحت الابط في 3 دقائق ولا الماكسيموم 6 دقائق على حسب سمك الشعر. ودايرين مناسبه لكل انواع البشره بما فيها البشره الحساسه. صراحه انا ما دارت ليش حساسيه، لا احمرار ولا تهيج، ما دارت لي والو، وكل وحده ولا بو تاعها. ومن الاحسن تسيوها قبل في بلاصه صغيره باش تشوفوا ولا تخرج عليكم ولا لا. اذا ما حمرت لكش البلاصه ولا ما دارت لك لا نقيز لا الم استعمليها عادي. وكنصيحه بعد الاستعمال ما ديروا لا عطر لا مزيل الروائح لا معطر الجسم لتجنب تهيج الجلد. وتجي معها هذا السباتول باش تخرطي بها مليح. فيما يخص موانع الاستعمال، تجنب استعمالها على جلد متهيج وفي حالة حروق الشمس وأيضا الجروح. والبري تاعها دايرة 12000. وهذه الكريمة فيها ثلاثة تاع الأنواع، كاين هادي الغوز وكاين البلو وكاين وحدة فيغ، كل وحدة والمستخلص الطبيعي اللي مخدومة به. ودايرين منتوج مصادق عليه طبيا، شا بغيتو. سي بون شيرات، رانا وصلنا لافان تاع لا فيديو، خفيف ظريف، ما نبغيش نهضر بزاف. كاش حاجه ما قلتها لكمش ولا خلوا لي تحت في لي كومونتير، قارعوا لي في فيديو جاي ان شاء الله. اتهلاو.